صباح الخير مستمعينا الكرام، صباح الأنوار، صباح المحبة، صباح الإخلاص، صباح الورد والياسمين. متابعينا الكرام، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر الصباحي من مباشرة من مدينة سيدي بنور. نعتذر عن هذا المشهد المؤلم اللي غنقولوا يعني الصباح هذا، غنصبحوا عليكم به ونعتذر. الناس كتصبح شي حاجه زوينه وحنا كنصبحوا حاجهكم على الزبل. مباشره من مدينه سيدي بنور اللي غتتابعوا معنا في هذا النقل المباشر، ان المدينه صبحت غارقه في الزبل، غارقه في الزبل، لان الشركه ديال النظافه مكلفه بالنظافه واقفه على العمل. فهاد امطار الخير كما كتشوفوا ان المدينه غتشوفوها، ان المدينه يعني غارقه. شوف شوف الحاله، انا مدينه سيدي بنور غارقه في الازبال، كارثه. هنشوف يعني ما كاينش كاميوات حتى حاجه ما كاينه. شوف شوفوا ان شوف شوف المدينه غارقه، استهتار بالساكنة. الشركة اللي واخد الصفقة بالملايير، يعني مليار وفوق المليار باش تشد الصفقة هذه، والعمال النظافة. نشوف هنا، نشوفوا شوفوا الحالة، يعني هذا غير جزء جزء، هذا غير جزء من الأزبال. شوف يعني المدينة غارقة كلها زبل، لازق السلامة، ومازال زايدين فيه لأن العمال النظافة متوقفين على العمل، متوقفين دايرين إضراب على العمل، يعني الله يرزق السلامة. شوف 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 المدينة حالة حالة، يعني مدينة سيدي بنور غارقة غارقة في الأزبال. مشاهد صادمة اللي غتعيشوها معاكم. استهتار، بنشوف يعني الأزبال في كل بلاصة، والشركة المكلفة بالنظافة ولا على بالها شي حاجة. ما فتحوش حتى باب الحوار مع المستخدمين ديالها. وهما كيقول لك الاجر مقابل العمل، يعني الا ما كانش الاجر ما غاديش يخدموا. كما كتشوفوا راه هذا، حنا غادي ناخذكم غير فواحد النموذج بسيط، غير نموذج بسيط غادي ناخذكم فيه في هذه المأساة الحقيقيه اللي كتعيشها مدينه سيدي بنور الان. الشركه ديال النفايات يعني الزبل في كل بلاصة. حنا غادي نورجو نشوفو الكارثة العظمى اللي واقعة. كذلك الشركة لم تستوفي بالشروط دفتر التحملات. الشركة حسب المعلومات اللي عندي أن حتى المرأب، يعني تنقولو حتى المكان اللي حاطة فيه الماتريال ما عندهاش ديال المجلس. يعني شوف، يعني حنا غناخذوك في المشاهد الصادمه. هذا غادي نمشيو حسب بعض المعلومات الاتصال ديالي ان العمال دايرين وقفه. شوف صباح الخير الصحفيين السياسيين. شوف 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 استهتار، استهتار كبير هذا. حنا كمتابعي قناة شوف تيفي نعتذر عن هذا المشهد، لأن الناس تصبح على شي حاجة زوينة، تصبحناكم على هذا المشهد هذا اللي ربما تشمئز له القلوب.
نعتذر والله. ما يحزن في نفسي هو ان هذه الشركه هذه ما بغاش تفتح حوار. كيقول لك العمال انهم دائما الاجور ديالهم ما كيتوصلوش بها، دابا موقفين على العمل. يعني شوف هذا مثلا، هذا الشيء هذا هو ما يحصل. يعني شوف هذا استهتار. شوف الحالة اللي كتعيش عليها مدينة سيدي بنظار، يعني شوف الحالة اللي كتعيش عليها مدينة سيدي بنظار. مازال احنا هذا غير احنا مازال غادي نوريكم، مازال حاشاكم. نعتذر دائما المتابعين ديالنا تابعونا لهذا الصباح هذا. بالله عليكم واش هاد الشركة تعيش هذا الغال؟ الشركة واش ما تعيش للظروف ديال الساكنة؟ يعني شوف هذا حال مدينة سيدي بنظار، هذا حال مدينة سيدي بنظار. شوف هذا حال مدينة سيدي بنظار. الشركة ما خداماش، الشركة ما خداماش. شوف هذا جزء من مدينة سيدي بنظار، أن الشركة مكلفة بالنظافة ما خداماش، العمال موقفين على مضرب على العمل. الشركة متوقفة حتى الساكنة كتحمل المسؤولية. أخي هادشي ماشي اللي بغا ما غنحملوش الساكنة، الشركة اللي واقفة. راه الشركة المكلفة بالنظافة راه واقفة، ما كاين لا كميوات اللي يديك اللي يخليك. راه ما كاين لا الشركة لا والو، ما كاينش الناس اللي غيحطوا الزبل ديالهم. شوفوا يعني على بركة الله، حنا غنمشيو ثاني غنشوفو راه سيدي بنور كلها غارقة. السلام سيدي بخير. المدينة كلها غارقة في الأزبال، يا ربي السلامة. ثاني خويا بخير، زعما صح المدينة كلها غارقة في الأزبال. السلامة يا ربي، يا ربي يشوفوا هاد الناس يديروا شي حاجة. الشوارع كلها عامرة بالأزبال. المدينة كاملة غارقة، هذا استهتار. وحنا هاد الشركة مكلفة غادي نتابعو هاد الملف وغادي نفتحو بعض الخروقات. شوف يعني ها شوف الشوارع، شوف يعني هنا حتى المجلس الجماعي لمدينة سيدي بنظار يتحمل المسؤولية الكبيرة، لأنك أنت عاطي الصفقة عاطي التحملات، ما دارش ضغط عليهم. ما كاينش واحد الضغط على هاد الشركة باش تأدي الأجور ديالها وتخدم حشومة. حنا غادي الآن التحقوا، وكما جاء على التصريح السي سعيد البارح عضو المكتب النقابي للنظافه، اما النظافه وحمايه البيئه، انه
الأجر مقابل العمل ولا شيء سوى الأجر. والله إلا خاطر متابعي الكرام عبر قناة شوف تيفي، حنايا دائما معاكم وقلبنا معاكم، وكما كتشوفوا هذه الكارثة العظمى واقع مر تعيشه مدينة سدر النور على إيقاع الأسباب. حشاكم هنا المجلس البلدي يتحمل المسؤولية الكبيرة بعدم تدخله والضغط على الشركة باش تأدي الأجور ديال العمال. الله يخليكم إخوان، بارطاجيو معنا، احنا هذا اللي فضح المسؤولين. المجلس تلقاه لم يدفع السيولة للشركة. يا أخي أنا غادي نجاوبك هذا السؤال، العمال ديال النظافة ما كيعرفوش هادشي. الشركة حاصلة على الصفقة، كيف ما كان الحال تحمل المسؤولية ديالها. راه خلصات جميع المدن إلى مدينة سيدي بنو، شوف مدينة الطيور، شوف مدينة الطيور، شوف حتى الخدمات متردية، خدمات رديئة تقدمها الشركة. خدمات رديئة أقولها وأتحمل المسؤولية ديالها. أنا أقولها وأتحمل المسؤولية ديالها. أنا كأحد الساكنة وكعايش في البلاد كنشوف أشنو وقع. خويا شكون اللي ترمي الأزبال؟ كترميها الساكنة، ولكن راه الشركة الإخوان حابسة. الشركة ما خداماش، ما بغاوش يخلصوهم. الشركة ما بغاش تأدي الأجور العمال. هذا هو اللي كاين، هذا الشيء علاش الزبر كاين. الشركة تقول لك الأجر مقابل العمل، يخلصونا الخدمة، ما خلصوناش ما نخدموش. كما كتابعوا معنا متابعينا الكرام، شوف حنا ماشي ضد الشركة، حنا ضد العبثية، حنا ضد الفساد. نشوف هكذا مدينة سيدي بنو تعيش منذ يومين، واليوم الثالث نهار الجمعة ومحابسين. هنا كذلك رسالة لعامل صاحب الجلالة على إقليم سيدي بنو باش يتدخل. هذه رسالة لعامل صاحب الجلالة باش يتدخل، لأن شوف حتى انتشار الكلاب الضالة أصبح بكثرة، يعني الكلاب الضالة كتسيا صحات بكثرة. السلام بخير. كما كتشوف المتابعين ديالنا هانت حتى الكلاب الضالة صبحات بكثرة، لأن الأزبال بكثرة. حنا غادي نشوف معكم دائما المتابعين الكرام. شوف
بحال المدينة هو هذا. هانتو شوف هادي راه مدينة سيدي بنور. ها بالله عليك استهتار استهتار بارطاج. بارطاجيو الخوت. شوف وضع كارثي يعني صادم. هنا شوف هانت اشنو كدير كيلا الضالة كتشبع كتنتشر لأن كيقوض البركاسات خاوت. ايوا شد الله يرزق السلامة صافي. كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام مباشرة على قناة شوف تيفي سنقلكم من قلب مدينة سيدي بنور في هذه الفضيحة. شوف شوف الأزمات شوف شوف الشوارع شوف كارثة بكل المقاييس كارثة عظمى. هادشي هادشي اللي اللي تنعيشوه خطير جدا. يعني شوف شوف الشوارع كل زبل كل زبل الله يرزق السلامة كل زبل. هادشي علاش علاش زعما انهم يتحدون العمال بعدم صرف المستحقات ديالهم في الوقت المناسب وهاد العمال يقول لك الاجر مقابل النظافة. السلام يا خير الاجر مقابل العمل. دائما متابعي قناة شوف تيفي نقول معكم بالصوت والصورة في الأجواء التي لا تبشر بالخير. يعني لا زادت نهار واحد نهار واحد كارثة عظمى لا زادت النهار راه غتبقى كارثة. وكيقول لك أنهم ما غاديش يخدموا راه ما يخدموش إلى ما عطوهم الصالير ديالهم. مساء الخير راه ما غاديش يخدموا إلا ما عطوهمش الصالير ديالهم. مدينة تغرق مدينة سيدي بنور تغرق تحت الأزبال. دائما متابعي الكرام كما كتبوا معنا ما شاء الله احنا غادي تشوفوا كذلك الكارثه العظمى. شوف صباح الخير النار كما كتشوف شوف 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 حالة كبيرة. أنا زوال أنا زوال شوف الأزبلة شوف شوفوا فضيحة للأزبلة شوف شوف الأزبلة زوال. حنا غادي ناخذوا الرأي ديال بعض الساكنة هنا على هاد الزبدة هذا. يعني مدينة سيدي بنور كتغرق الشركة واقفة اليوم ثلاث أيام اليوم ثلاث أيام الشركة حابسة. كيقول لك الأجر مقابل العمل وكما شفتوا معنا سيدي بنور كامل العمل. حنا شفتوا هاد الفضيحة هنايا هاد الساحة اللي ورا المارشي غناخذوا الرأي ديال الساكن. السلام عليكم. السلام عليكم سيدي بخير أمورانيا صباح النور. هاد الحالة سيدي بنور كامل غارق في الزبل. هاد الحالة خويا أنت كتشوف حنا كنبيعو ونشريو هنا وشو الزبل هنا كليان مابقاوش باغيين يجيو عندنا
الشركة واقفة، الدور قدام الديور، الدور قدام الديور، عندنا أزبال قدام المحلات، عندنا حشومة واش غنديروا مع هاد الناس وما عرفتش. وفي الآخر كيجي كتجي السلطة وهادو كيقول لك، كيقول لك حيد من هنا، دير من هنا، حيد من هنا. هادشي راه ما خدمة ما والو. شو الأزبال انت كتشوف كلشي بعينيك، ومدير لينا ومدير لوليداتنا. دابا راه 3 أيام ولا 4 أيام وما دايرة بحال هكا. صفارة فلوس الصندوق باش خلص عباد الله، والله إلا صفارة حشومة عليهم. حنا انت كتشوف كلشي بعينيك ياك، 3 أيام ولا 4 أيام وحنا كنشوفوا هاد الحالة. والسطولة حاشاك ديال الزبل، الأزبل قدام الدار ما كاين اللي كيدور لا كاميو لا والو، كيجيو قدامنا الزبل حتى كنجيبوه هنا. ولينا كنعمروها. انت شو الزبل حتى لاش واصل، الزبل واصل حتى حدا الدار اللي ملهي. حشومة عيب وعار السي زوير، هادشي حشومة. وكنطلبوا من الناس السلطة راه هي تشوف كل شيء، ومن الناس اللي مكلفين راه يشوفوا هاد الحالة اللي عايشين فيها، فهمتي. حنا كنترزقوا الله، حنا كنترزقوا الله، كيتموا جايين يجريو علينا. حيدو فين غنمشيو؟ ديروا لنا شي بلاصه نترزقوا فيها الله، والعيب والعار لا درنا شي حاجه، العيب والعار لا درنا. حنا كالبلاصه اللي كنجمعوها، انت كنساليو نجمعوها. فين غنلوحوا هاد الزبل؟ فين غنزبل؟ هاي الكروسه عدي هنا، الكروسه عدي هنا. ها انت جمع الزبل، جمع الزبل بالكراطه حاشاك باش نترزق الله، باش الناس يجيو عندي. علاش حشومه بزاف، فهمتي بزاف. ها انت شاني، ها شوف كيلوحوا المصارن ديال الدجاج، ويلوحوا هادي بزاف. راه هادشي راه امراض والله. او كيقول لك لا خلص، خلص هادي، خلص كدا. وريني شي بلاصه في سيدي بنور فيها بركاسه وسط الدرب. واش كاين شي بلاصه في سيدي بنور؟ واش كاين شي، واش كاين شي كاميو مقلوب هنا؟ كاين كاميو مقلوب هنا، كاميو مقلوب هنا كيلوحوا فيه الزبل. دابا هي كيدايره شوف، دابا امراه الا جات بغات تدخل تلوح الزبل، كي غدير شي غتوصل باش تلوح الزبل. المرض كدا خاصة تيري، راه راه حشومه، راه حشومه. دين الشباب واحد الشباب هضر خويا، شنو هاد الحال ديال الازبال واخو؟ هاد الازبال هادو، هاد الناس هادو راه معدين علينا بزاف والله الا معدين علينا بالله. راه هاد الازبال انت كتشوف اخو زوير، الساكنه راه مضروره بزاف، راه انت كتشوف كلشي ماشي شي حاجه مدرقه ولا شنو. اش من مدينه و انت اش من مدينه؟ اش من مدينه؟ ما كاين لا مدينه لا والو، ما كاين لا مسؤولين لا والو اصحابي. الله يخلصهم، هادشي اللي نقولوا ربي كبير. اكروش الحرام اصحابي هما اللي ضايرين هنا. ونزيدك واحد الحاجه، نزيدك واحد الحاجه، هاد الناس كاملين ملي كيساليو كيجمعوا الازبال ديالهم، وكيداو كلوحوا في هذيك الكاميو المقلوب اللي شم. اي واحد كيترزق الله ياك، كيجي كيجمع ليه الزبل، كيعطيه 2 درهم 3 درهم، كيدوز الاخر 3 درهم 2 درهم باش يمشي يلوحوا في هذاك الزبل. وعلاش هذوك الناس اللي الناس ديال السلطه اللي مخدمين، هذوك رجال الاعمال وهذوك اللي كيجي يدوروا يجمعوا الزبال، علاش ما خدامينش؟ علاش يلا بيني وبينك كنعرف انا علاش ما خدامينش باش يجمعوا لنا الزبل؟ راه حشومه هادشي، راه حشومه وعيب وعار. وكنشكروا سعاده العامل على ذاك الندوه اللي خرج بها ذاك النهار. راني طرا الشفاره، راه ما كاينش شي حاجه نيت، راه ما كاينش شي حاجه، راه قالها بصح، راه الشفاره كاين الناس خير فيهم. ولدوا هنايا في البلديه، ولدوا راكب على طوموبيل 80 مليون مخير هنا، راه بلا ما بقاو داهم بزاف. راه الشفاره جاي ما عرفتش من جاي، من زك ديال الدنيا يجيب. اي حشومه والله، شي حشومه وعار. وهادشي بغينا يوصل للمسؤولين الكبار ويشوف هادشي، راه هادشي راه مدير لينا حنا، هادشي راه يضرنا حنا. وكيقول لك، كيقول لك لا كورونا، الفيروسات. هما الفيروسات كنشوفوا بهم في عينينا سي زهير، هادو هما الفيروسات الكبار. ملي غتشوف دابا غتصبح، حنا الصباح دابا جي نترزقوا الله، وغتشوف الزبل النانم غيجي ياخذ مع داك السردين والو. والله ما ياخذ مع داك، كتقول لي 200، كتقول لي 1000 فرانك 160. قال لك باغي ناخذ الحوت، قال لي مني شجد جات شي بحك، وقال لي والله ما بقاش غناخذ. كتقول لي 160 الف فرانك، وحنا السردين بشحال جايبينو؟ السردين جايبينو 140 ريال، كنربحو درهم في الكيلو، وربي شاهد عليا. الناس مني كتجي كيقول لك شو الزبل نقي نق، واش حنا غنديرو دابا بينو؟ غنديرو غندورو نجمعو هاد الزبل. الناس اللي خدامين في 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 البرك كيجمعوا البراكس البلديه وهادي، شنو هو علاش ما يديروش خدمتهم؟ حشومه وعار وعيب والله، والله كيشوف ما كاين لا مسؤولين ولا والله كيشوف. الله اللي غيخلص، الله اللي غيخلص كل واحد على فعله. واول حاجه كدير ابسط حاجه كيجي كيحشي عليك كيصيفطك للحبس، ابسط حاجه. حنا راه
دخلنا سوق راسنا وشبنا ودرنا الكرايس كنت رزق الله واللي جاب كنصوروا 1000 ريال 600 400 اللي جاب الله باش ناكلوها ونخسروا. حنا ما عندنا اولاد لا والو، كنت قهيوه ماكله هادشي اللي عندنا ريوسنا السي زوين، ولكن خلص كل واحد على فعله فهمتي. الله يخلص كل واحد على فعله. بزاف والله شي بزاف الناس مني غتجي دابا من ارض عمور غتجي تشوف هاد الزبل، شنو غتقول؟ شنو غتقول؟ بيني وبينك شنو غتقول؟ غتقول لك انتوما عايشين في حدا البركاس وغتوكلونا الميكروب؟ شو دابا انت هذيك راه من نولي البارح وهي هنا. يلا بحيره يا با انت بحيره بحيره تجي ودا النهار كامل تجي ديرها كروسه وريحنا انا. انت شو وسيد الكلاب شو الكلاب شو انت شو الكلاب حاشاك شو حديقة الله سبحانه وتعالى نعم علينا بحديقه ديال الحيوانات مجانيه. ها وشو الازباله شو الازباله انت الزباله حديقه الحيوان في المستوى الرفيع حديقه الحيوان الهيه الله سبحانه وتعالى نعم علينا بها بلا ما نخسروا فلوس شو خليوها للمورا مسكين كنتمناو من المسؤولين انهم يجيو يديروا واحد السياج هنايا واحد كرياج باش تبقى هاد الحديقه زوينه ولا يدير لنا ملعب ديال الكره اخو ولا ولا نطلع كرياج ولا حديقه الحيوان. اسمع سيدي نطلبوا من المسؤولين هاد الناس كامل كيترزقوا الله يصوبوا لنا هنا شي مشروع ياك، والعيب والعار اللي خرجنا منه كل واحد يشد بلاصتو ياك، كل واحد يشد بلاصتو، والعيب والعار الى خرجنا سوق نموذجي نترزقوا فيه الله الشباب تما. حنا راه قارين عندي باك بليس دو، عندي ديبلوم ديال لانفورماتيك ودفعت ليهم كيقول لك لا انا 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 شناهو مدوز شهر ديال الحبس قال لك لا خاصك دير وخاصك دير وخاصك تدفع وخاصك تسنى ولي دير كراسه ديال السردين باش نترزق الله. انا هذاك الباك شنو غندير به؟ هذاك الباك انا اصلا شنو غندير به؟ الديبلوم ديال الانفورماتيك شنو غندير به؟ راه محطوطين والله شد شو تشوفهم بعينك محطوطين ودارف سبعه البطولات المغرب فول كونتاك. كنت ترينا عاد استاذ عبدو التحياش من هذا المنبر ياك وتشوف واش كندير ضربونا الحيوط تاعي ودرت كراسه ديال الديسير وشنو غندير؟ دير كراسه ديال الديسير ودير هنا السرديل اشنو بان لك؟ يلا دفعنا ما قبلوناش قال لك لا وكي قال لك عطينا الفلوس باش لا بغيتي تخدم عطينا الفلوس والوسيطه. حنا انا با ما عندوش فقير عنده قهوه كيعمر برير ديش انا خارج كنت رزق الله نصور 600 800 كناكل بها وندير الوالديه والله يخلص كل واحد على فعله. هكا واخو زوير هذاك عنده واحد النقطه هذاك الملعب ديال دار الشباب هذاك حيدوا لنا بالريط عطاو لصحاب باسكيت كنمشيو للغزالين بغوا نلعبوا يجي المدير عيطنا على موال الوقت يجروا علينا راه هادشي راه ما فعايل ما والو فبام دايرين لهم ملاعب قرب الدروبه حنايا شدونا شدونا حنا التيران حيدوا لنا منا عطاو لهذوك صحاب الفلوس اللي يجيو من 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 الانوار من ما عرفت شناهو يجيو يلعبوا هنايا وحنايا نبقاو عجوانا الله يهديهم الله يهديهم. اما استاذ شافونا داوين معاكم عاد جاو باش يتصنتو غندويو مع هاد السيد وغنشوفوه واش غيصارح ولاد الشعب ولا غادي ينافق. تعال عندنا تعال عندنا سلام اش كتقول السي ديالنا في هادشي؟ باش عرفوهم ما كيصارحوش ولاد الشعب هادو يعني ملي كيشوفوا ولاد الشعب داوين عاد هما كيبغيو يخدموا وراه هادشي راه الواقع وحنا عارفينو هذاك الشيء اللي داوات في البرنامج ضربني نضربك راه عارفينو راه من ورا داك الشيء راه الروينة. وشوف انا الاول كنخدم في هذا المارشي هذا انا كنلوح الزبيلات ديال الحوت اخويا صندالة 44 وكنسوق وبدون نفاق وبدون تكبر باش ندبر على راسي كندخل بهذ الصندالة 44 ما نكذب عليكم ما نقول لكم شاد فلوس ما نقول لكم والو في هذا الزبل حاشاكم بحال هكا كندخل هاز ميكات بحالها محنطهم على كتافي بهذ الكاسو هذي وندخل وسط هذا الغيس ونلوح الزبل علاش باش تربح هذيك جوج دراهم علاش حنا ما باغين نشفروا ما باغين نتعداو ما باغين نديو ديال بنادم ولكن الدوله راه ما فهمناش ما معاوناناش هذا الشيء هذا راه الله غالب. شوف شوف شحال ديال الدراوش كترزق الله مال هادو لاباس عليهم وروني شي واحد لاباس عليه خدام هنا في السويق وهادشي اللي بغينا نقولوا لغالب الله ونطالبوا من المسؤولين يديروا خدمتهم ولا اله الا الله محمد رسول الله. هذا الكلمه تاع عمر شوف خلي هذا جاي من القاف الثاني السلام عليكم الزبال اخ زهير اخوان المشاهدين
بغينا خونا نشحتوا لكم على هذا المارشي اللي هو كيعتبر وكتشوفوا قدامكم المشاهدين الكريم بان راه ما مارشي ما حتى شي حاجه فين غادي الناس تاجر بهذا الحوت والاسماك. واش هذه حاله ديال التجاره في الاسماك؟ راه انتوا كتشوفوا هاد الناس هاد الحاله هذه، واش هذا الحوت حدا الزباله؟ امراض اللي كيتعرضوا لهاد الاسماك هذه من ناحيه الزباله هذه راه بزاف الناس كتاكل في الزبر، راه ما كتاكلش الحوت حاشا المسامعين. وحاجه اخرى خويا، رانا نعرفوا هاد المشاريع اللي تعطات في هاد الاقليم ديالنا من الزياره الملكيه فينا هي؟ حتى شي حاجه ما بانت لينا. والشباب راه كيضيع ديال المدينه، شحال يا اما وحده في جوج، يا اما كيمشيو للحبس يا اما كينحرفوا. حاجه باينه عندنا في هذه المدينه، شي حاجه اخرى اللي غتغطي عليهم راه والو اخويا. وكنوجهوا الكلمه للاخ عبد الكريم. الله يجعل الله يحفظك. انا غير نوجد. وكنشكركم وسمحوا لنا على هذا الازعاج، وكنشكروا الاذاعه ديال شوف تي في توري الواقع للمواطنين. وكنشكر السي زهير على هذه المجهودات اللي كيدير باش ياخذ لنا حقنا. وسمحوا لينا بزاف، والله يدير شي تاول ديال الخير من عند الله، هما راه ما يعطيونا والو، ندير الله يدير شي تاول من عند الله، حنا راه ما غيعطيونا حتى شي حاجه، وتواحد ما كيعطيك، تواحد ما كيعطيك كيعطيك جوج دراهم ولا اربعه دراهم ولا شي حاجه، حنا خدامين بعرقنا، كنضربوا الصندوق، كنخدموا كنضربوا شماره، علاش؟ باش نصوروا ديك 1000 ريال، 400، 600 اللي جاب الله. فهمتي؟ وحنا كنطالبوها يجمعوا لنا هذا الزبل والله يرحم الموالدين. انا غادي نكمل معكم هذه الجوله الخفيفه وغنلتحقوا بالوقت. خلا زهير خلا بكيكالاتك. لا هما دايرين الوقفه غنمشي عندهم. فهمتي؟ عاد غنرجع عندكم ثاني. راه كتشوف كل شيء زهير الله يصور. حنا دايرين واقفين هما. الان غادي نلتحقوا بالوقفه الاحتجاجيه. وخلصوا الناس يعطوا الناس رزقهم. الشفاره ديال. حنا غادي نلتحقوا الان نكمل معكم هذه الجوله. وغنحاول اننا نلتحقوا بالوقفه اللي دايرين كما كتب معنا متابعين كان بارطاجيو معنا هذا اللايف هذا، خاصنا حنا نفضحوا هاد المسؤولين هادو، خاصنا نفضحوهم، خاصهم يتفضحوا على قناة شوف تي في كتفضح الواقع. شوف هذا هو الواقع ديال سيدي بن نور، هذا هو الواقع ديال سيدي بن نور. دائما المتابعين الكرام مباشرة على قناة شوف تي في اللي كنلخصكم في هذه الجولة كما سمعتوا فضيحة ديال المجلس. الأزبال بشتى أنواعها، دائما المتابعين الكرام كما كتشوفوها هانتو السبت والحد ما خدامينش، يعني دابا يومين متابعي الكرام. هنا غادي نقول لكم نستودعكم الله والى اللقاء في بث مباشر بعد دقائق. حنا غنلتحقوا الان بالوقفه الاحتجاجيه.